فخامة الرئيس السيسي أدى التحية العسكرية لأبطال الفرقة 139 صاعقة خلال حرب أكتوبر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. لنا عظيم الشرف إن إحنا نلتقي ونشوفكم وكل الناس اللي موجودة، مش بس اللي في القاعة، في مصر يشوفوا الناس، يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال، أو من تبقى من الرجال اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل، دون مقابل. فاحترامي واحترامنا، تقديرنا ليكم كلكم. مش عايز اطيل عليكم، لكن ارجو ان انتوا تقبلوا اعتذارنا لو كنا ما خدناش بالنا منكم قبل كده. ارجو وكان مهم قوي ان انتوا تبقوا موجودين النهارده، عشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي، شوفوا تمن الكرامة بيتعمل ازاي، لا بيتعمل لا بالكلام ولا بالشعارات ولا بيتعمل بالدم والتضحيات. ولما اتعمل بالدم والتضحيات فضل باقي حتى الآن. فعظيم الشرف ان احنا نلتقي بيكم، عظيم الشرف ان احنا نشوفكم. ربنا يا رب يديكوا الصحة ويجازيكوا خير على كل ما فعلتموا انتم وكل أبناء هذا الجيل في وقته. شكري، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الصورة دي صورة جميلة، فإحنا مش عارف اللي هعمله ده ممكن يبقى مناسب ولا لأ، بس إحنا كمان لازم نتصور معاكم عشان نبقى جزء منكم وجزء من اللي انتوا عملتوه لدلوقتي والبكرة. فاسمحولنا إن إحنا يعني نتشرف بإن إحنا نبقى جنبكم، اسمحوا لنا. قدام كل اللي يخون يا عادي.
أسود واقفين في حبك يا بلاد.